نروح لأول فقراتنا لليوم، ورح نحكي عن الحوار بين الآباء والأبناء. هي الثقافة المجتمعية يلي جدا مهمة، واللي نحن مفروض نعلمها لأبنائنا من الصغار كرمال يكبروا عليها وتصير ثقافة بالمجتمع. اليوم شو أهمية الحوار؟ قديش في قصص إيجابية بحياة الأطفال؟ قديه بتعطيهم ثقة بالنفس وقت هذا الطفل بتعوده من صغره أنه ما يكذب، أنه يحكي الصدق دائما، أنه يتحاور معك بأي مشكلة ممكن تمرق معه بحياته، وخاصة بالمجال التعليمي. خلونا نروح لنعرف أكثر عن أهمية هذا الموضوع من ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية راما حمود. يسعد صباحك أست راما، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، كل عام وانتم بألف خير. وانتي بألف خير، أهلا وسهلا فيكي. بداية يعني دائما بنقول الحوار بين الآباء والأبناء بكل مراحل الحياة بيعزز اليوم ثقافة الأطفال، بيخليهم يمكن قادرين يواجهوا بالمجتمع، قادرين حتى على الحوار بمجالهم الاجتماعي. قبل ما نحكي ونتوسع بالحوار، خلينا بداية نحكي عن مفهوم الثقافة والتربية السليمة. هلأ بداية نحن أغلب المجتمعات العربية نعتقد أنه التربية فقط هي اهتمام بالطعام، بالشراب، بثياب هذا الطفل، لكن هذا كله ضمن نطاق معين من التربية اللي هي الأشمل واللي بنسميه نحن الرعاية فقط. أنا بقدر أجيب قط لبيتي وأرعاه بهي الأمور، لكن الطفل بيحتاج أكثر من رعاية يلي هي التربية بمفهومها الأشمل يلي بتشملها الثقافات يلي أهمها ثقافة الحوار. فأنا كل الثقافات أو مهارات الحياة اللي هلأ صرنا بنقول عنها مهارات حياة هي بتندرج تحت مفهوم التربية. لهيك أنا بقول إنه مربي يعني يفترض يكون بيعلم الطفل أو بيكسبه هي الثقافات. طبعا مو بس ثقافة الحوار، في عندي ثقافة الامتنان، في عندي ثقافة التسامح، في عندي ثقافة الاعتذار، هي ثقافات شاملة ومتنوعة موجودة يعني بتتطلب الحياة اليومية. لكن ثقافة الحوار هلأ بظل التكنولوجيا والتقنيات اللي صارت منتشرة بشكل كتير رهيب وبشكل يعني بيخوف، صرنا بنشوف إنه الحوار عم ببلش يضمحل أو يتراجع وينفقد بين العائلات السورية. صحيح. خلينا نروح لاكتساب هي الثقافة، ودائما نحن بنعرف إنه الحياة مدرسة ونحن قادرين نتعلم منها، من تجارب، من مواقف تمرق فينا. واليوم هذا الطفل ممكن يكتسب ثقافة الحوار من الشارع، من المدرسة، من البيت. خلينا نروح للبيئة الأسلم، وهل اليوم في أنواع للحوار؟ هلأ بداية يمكن السؤال جدا مهم، إنه أنا هل يفترض أعلم طفلي الحوار بسنواته الأولى؟ من فترة الحمل يعني أثبتت الدراسات أنه خلال فترة الحمل إذا حاورت الأم جنينة وهو داخل الرحم بيكون عم بتنمي عنده قدراته على أنه يتكلم بشكل يعني مو بشكل، بطريقة أسرع. بتلاقي بتقلك أنه نطق قبل العام، وهو هذا العمر يعني غالبا الأطفال بينطقوا بكلمة أو كلمتين وهي الكلمات غير مفهومة. هي نتيجة الكلام والحوار اللي كانت تجريه هي الأم مع طفلة خلال فترات الحمل. فأنا من بداية الحمل إلى ما بعد الولادة يفترض هذا الحوار فعال مع الطفل. كل ما كان فعال كل ما قدر الطفل أنه يتحاور بشكل بناء وإيجابي مع المجتمع. البيئة الأسلم إذا بدنا نرجع للسؤال الأساسي هي البيئة الحاضنة، يعني ابتداء من الأب والأم. هلأ في شيء كتير مغلوط نحن عم نمارسه، أنه نحن عم نتعب طول اليوم ونرجع على بيتنا بنهاية اليوم فبيقلك أنه أنا كتير تعبان ماني قدران حتى أخذ وأعطي. وهو يفترض يخرج من حالة التعب لأنه يحكي مع أفراد أسرته وخاصة الأطفال. فأنا أهم شيء أو الأسلوب الأهم بهذا الشيء هو أنه غير زاوية النظر لثقافة الحوار، لأنها هي مانا متعبة. لمجرد 10 دقائق أنت بتعطيهم لأطفالك فأنت عم بتزيدي عنده الحصيلة اللغوية إذا كانوا بعمر يعني لسه هلأ عم ببلشوا الكلام، عم بتزيدي لهم ثقتهم بحالهم، عم تخليهم أيضا يتقبلوا آراء الآخرين واختلافاتهم عنهم. 10 دقائق طبعا أنا يفترض، وهذا الخطأ الثاني اللي بنوقع فيه، إنه الحوار بيكون غالبا هو حوار طرشان احنا بنسميه، يعني اللي عم يحكي هو اللي عم يسمع حاله فقط، أما الباقي كلياته على الموبايلات للأسف.
فطبعا الطفل ذكي جدا، لهيك انا بستخدم معه الحوار الذكي. الحوار الذكي هو اذا كان مده الحوار 10 دقائق، فانا يفترض كأم او كأب احكي لا يعني اقل شيء 3 دقائق. ما اتجاوز ال3 دقائق معناتها أنا التلت إلي والتلتين لطفلي. فأنا عندي متحدث ومستمع، يفترض أن أكون مستمع لهذا الطفل أكثر من أني أتحدث، وهذا هو جوهر الحوار الذكي. الطرف الثاني من الحوار الذكي هو أنه أنا ما أطرح أسئلة على الطفل، خلي الطفل هو يحكي أو يبادر. وإذا كان الطفل شوي خجول أو ما بيعرف المبادرات خاصة بعمر العامين، ممكن أنا بلش بالأسئلة لكن ابتعد عن أسئلة نعم ولا، مشان ما خلي الطفل مثل الببغاء أنه تاكل رز اليوم نعم بس. بينما وقت بقول له شو بدك تاكل، فانا يعني اعطيته وسعت مداركه واعطيته طبعا مساحه ليعبر عن ارائه. فالحوار الذكي فعال جدا. انا بنت اختي اتبعنا مع هي الطريقه لدرجه صارت يعني الطفل عنده فضول انه يعرف كل شيء، فصارت تماما اذا كنا اثنين عم نحكي مع بعض هي بتحاول تكون بنص الحوار وبتلفت انتباهك انه انا موجوده، فانا حاوروني حتى بعيونكم. قد عمر الطفل؟ هلا صارت 3 سنين، احنا بلشنا معه من خلال مرحله الحمل. يعني حتى بنلاحظ الاطفال بس فاتوا على المدرسه، يعني وقت اللي بيكون الطفل مكبوت ضمن البيت هو يمكن ما بيقدر، حتى يمكن اذا الانسه سالته السؤال رح يخجل يجاوب، حتى لو بيعرف يجاوب بيخجل يواجه اي حدا، بيخجل يحكي حتى مثلا انه بجوز يكون عندهم ضيوف او يطلعوا لعند حدا، حتى اذا حدا ساله بده يضل لانه هو مكبوت بالبيت. قديش مهم بمراحل مرحله الروضه او مرحله المدرسه اليوم هذا الطفل اي شيء بيصير معه يجي يحكي لاهله، هون في حوار، مو بس انه هو عم يسمع انه انت لازم تعمل هيك، انه هي اللي بيقولوها دائما الاولاد خصوصا بمرحله المراهقه محاضره، عم يعطونا محاضره نناقش ناخذ ونعطي معهم. خلينا نحكي عن هي هلا شوفي، بدايه اغلب الدراسات هلا اكدت انه قدره الطفل على الحوار هي 90% انطلاقا من قدراته الابداعيه وحب الفضول اللي عنده، لكن اذا كان الطرف المقابل ما عم يقدر يشبع له هذا الحب فرح يتراجع مستوى القدرات اللي عند الطفل تقريبا لحدود 30%، معناتها من 90 ل 30 الفرق كثير كبير. شو الاساس بهذا الشيء؟ يا اما تفعيل يا اما عدم تفعيل الحوار. اذا تفعل الحوار بشكل صحيح بيقدر الطفل انه يتحدث ويستمع. انا ليش عم بقول يفترض ثلث الحوار للاهل؟ مشان انا اعلم الطفل فيما بعد انه في حال انطرح الحوار يكون هو ايضا مستمع جيد. يعني انا ما بدي فقط ثقافة الحوار، كمان بدي ثقافة الاستماع يلي هن مع بعضهم على طول. فنرجع منقول انه البيئة الحاضنة يلي هي العائلة هي الأساس، يا أما بتخلي الطفل هو إنسان سوي بيعيش الحياة الصحية، أو كتلة من العقد بيكون عنده خجل، بيكون عنده عدم قدرة على إدارة الحوار، عدم قدرة على الاستماع، بيخجل بتواجده بالتجمعات. في صبية جت لعنا من فترة وكانت مشكلتها أنه هي ما بتقدر تشارك بحوارات اللي بتكون بالمدرسة، يعني هي معلمة لكن ما بتقدر، بتخجل جدا وبتنسحب أو بتقعد وبتسمع أبدا ما بتحكي ولا كلمة. طبعا هي ما نعرفان أنه هذا الشيء، يعني نحن حطينا أكثر من احتمال أنه ممكن متعرضة للصدمة، ممكن متعرضة لأسلوب يعني كبتة، لكن رجعت على الطفولة أنه هي ما عندها أسلوب فعال كان عم بيمارس معها خلال مرحلة الطفولة، وهذا اللي أثر عليها بمرحلة الشباب. يمكن يكبت كمان بعمر الطفولة هو أهم الأسباب، ونحن اليوم كشعب عربي كتير عنا هاي القصة، يعني موضوع الكبت من الصغر. وقت منقول الكبت منروح للطفل اللي دائما فضولي، دائما بده يعرف كل شيء، بده يسأل عن كل شيء، أحيانا بحطك بمواقف يعني للأمانة بتخجلي، بيكون في ناس، بيكون حتى بتكوني لحالك بتقولي أنا ابني من وين خطر له يسألني هذا السؤال، يعني أحرجك فيه. ممكن تتربي منه بطريقة تصديه بطريقة ما نصح، يعني تخليه يصير عنده فضول أكثر أنه الماما ليش هيك جاوبت، مفروض في أسلوب. حتى وقت أنا بدي أمنعه عن هذا الجواب أنه ما أخده بأسلوب شوي هادي. يعني اليوم كيف نتعامل مع هذا الطفل اللي دائما عنده أسئلة محرجة؟ شو هي الأسئلة اللي ممنوع الطفل يسألها؟ هلا شوفي، بداية خلينا نتفق على شغلة واحدة، ما في خطوط حمراء مع الطفل، لأني أنا ما فيني أجبره أنه ما يسأل. مثل ما قلتي أنه هو بيفاجئك بطريقة طرحه للسؤال أولا، وبمضمون السؤال أنت ما بتتوقع أنه هو هل رح يسأل عن مثلا الذات الإلهية وينه؟
انت ما بيخطر لك بهذا العمر خاصه باقل من 3 اعوام، هو من بدايه الثلاث اعوام ببلش الطفل يتواصل مع محيطه، بيلاقي الاهل هن مصدر ثقه وهن المصدر الاول والوحيد للمعلومات، فاجباري هو رح يطرح عليكي هي الاسئله. بما انه انا اتفقت على القاعده العامه اللي هي انه ما في خطوط حمراء بالنسبه للطفل، لكن انا كبالغه وكأم او كأب يفترض يكون في خطوط حمراء. هلا انا طريقه التعاطي مع السؤال، في عندي 3 انواع من الاهل هن بيتبعوا 3 طرق، اما الهروب او الصمت يعني او الصد تماما، او انه انت شو دخلك بهذا الكلام، انت هذا الكلام اكبر منك، وقف عندك ما دخلك بهذا الشيء بعدين. واكثر شيء بقوله لطفلي انه انا وقت بتكبر بتعرف، وهذا الشيء بعمل له حاله تشوه فكري، لانه هو رح يدور على مصادر ثانيه، مصادر معلومات ممكن تكون هي المصادر مشوهه تعطيه معلومات غير دقيقه. هذا النوع الاول من الاهل هو هذا النوع خاطئ. النوع الثاني كمان خاطئ بشكل اكبر، وقت انا بعطي الطفل اجابات غير مقنعه. طبعا الطفل بدك تقولي لي هل رح يدرك او يفرق اذا كانت الاجابات مقنعه او غير مقنعه؟ الطفل عنده قدره على التفريق وعلى التمييز بين اذا كانت هي الاجابات صحيحه وبترضي فضوله او لا. هي الاجابات غير المقنعه كمان بتعمل له حاله تشوه فكري لهذا الطفل، لهيك يفترض بعد عنها. طيب شو اعمل بهي الحاله؟ يفترض اعطيه اجابات مقنعه بناء على اسس علميه، يعني هو سالني من وين اجيت انا او كيف اجيت، لا اقول له انا جبتك من السوق او اشتريتك، لانه هي لقيتك تماما. يعني اولا فقد ثقه اهله نهائيا، ما رح يوثق باهله بمراحل العمر، وإذا سأل حدا تاني وعطاه الإجابة يلي هي الصادمة له بمرحلة من مراحل عمره، فأنا عملت حالة عند هذا الطفل حالة من التشتت والضياع. فأنا يفترض أعطيه الإجابات المقنعة يلي بترضي فضوله، لكن ما بتفتح مداركه العقلية على شغلات رح يكتشفها على كبر، فأنا بعطيه إياها بطريقة مناسبة لعمر الطفل. طبعا بتقولي لي هل رح أعرف أعطيها؟ ممكن أعطيها بأساليب، ممكن تكون هي أساليب الرسومات، ممكن عن طريق قصة، ممكن من خلال المشاهدات بالحياة اليومية. مثلا إذا سأل عن الذات الإلهية، فأنا ممكن بكل بساطة ورجيه مكونات جسمه قديه يعني هو جميل جدا، قديه في عظمة بخلقه بخلقي، فأنا هي يعني بورجيه الذات الإلهية من خلاله هو، فأنا هي بقرب المعلومة لعقل الطفل، ما أتركه للطفل مشتت وفيما بعد رح ينقم علي بكبره وبيقول إنه والدتي أعطتني إجابة كانت هي الإجابة مشوهة تماما، لما بيكتشف الحقيقة فيما بعد. اليوم لما بدنا نحكي عن الحوار اكيد له اساليب، وفي اساليب يمكن مختلفه بين نحن لما بدنا نحاور الطفل الصغير وبين لما بدنا نحاور المراهق، خلينا نميز الاساليب بيناتهم. هلا شوفي الاساليب هي بالوقت، لانه الطفل غالبا بيمل انه تعدي مقابله وتحاوريه بموضوع ممكن هذا الموضوع يكون بفوق قدراته العقليه، حتى بفوق قدرته على انه يستمع لك على طول هذا الوقت، فالوقت هو الاهم. يعني انا يفترض على الاقل 10 دقائق مع طفلي الصغير، لكن مع المراهق ممكن انا اسمع له بوقت اكبر. كمان الموضوعات ممكن تكون الموضوعات، يعني انا ممكن اخذ راي الطفل بلون الثياب اللي رح يلبسها او انا حتى رح ارتديها بمقابلة عمل لنفترض، فهي الشغلات هذا كطفل، لكن فيما بعد إذا كبر ممكن أخذ رأيه بمجال العمل يلي أنا عم بشتغل فيه، بمجال صعوبات أنا تعرضت إلها بحياتي. فاختلاف الموضوعات هي اللي الأسلوب الأهم بالتعامل مع الطفل أو مع المراهق. هلأ مع المراهق بده يكون أكثر انتباه، لأنه هذا المراهق هو ما رح يحكي لي كل الأمور، الطفل عنده يعني بوح أكبر من المراهق. المراهق غالباً بيلجأ لأقرانه وبيحكي لهم بشكل أكبر من الأهل. هل السبب لأنه ما كان في حوار من صغر معه؟ للمراهق لما وصل لهي المرحلة ما بقى نقدر أنه نفتح معه هالحوار أكيد. أو نوصله لهي المرحلة؟ خاصة إذا كانت الأم هي بتعتمد أنه تستمع، لكن هو الطفل عارفان أنه هي ما سمعانته، مثل أنه تكون عم تعمل الطبخة أو عم تشتغل بالبيت، فالطفل عنده انتباه أنه الأم صحيح عم تستمع لكن هي مو مركزة معه بمضمون الحديث، فهذا بيفقده ثقته بحاله وبأهله تماماً. طيب اليوم وقت عم نحكي عن ثقافة، عم نحكي عن أخطاء، عن سلبيات وإيجابيات، أنا قادرة اليوم فعل
هذا هي الثقافة بطريقة صح وقادرة فعلها بطريقة غلط. بنشوف للأسف أطفال تكوني أنت بزيارة عادية لرفقاتك لأي حدا، فبتلاقي الطفل عم يحكي أكثر منك بالحديث اللي أنت جاي تحكي فيه، يعني بيشاركك أكثر ما يشارك الأم يعني. وللأمانة أحيانا بيعمل فتنة يعني، إذا بدنا نرجع هو عن براءة أكيد يعني، فإذا بدنا نرجع بتصحيح الثقافات وبالأخطاء المرتكبة ضمن البيت أكيد في كتير قصص صارت. تمام. هلأ شوفي، الحوار بيحكمه طرفين يلي هو الطرف العقلي والطرف الانفعالي. نحن غالباً كعائلات وخاصة العائلات السورية وأنا بعممها، بيغلب الطرف الانفعالي على الطرف العقلاني يلي هو لازم يكون الأهم. يعني أنا لازم اسمع وأفهم الحوار اللي عم يجري هذا الطفل، ما أنبه وما فوراً هاجمه. الطرف الانفعالي هو اللي بيغلب عنا يلي أنه من وين سمعت هذا الكلام؟ أنا ما بدي من وين المصدر اللي سمعه، بدي أنا هو شو فهم من هذا الكلام، عارف أنا المجالات اللي بلش عقله يتوسع بهذا الحوار. فأنا لازم يكون الطرف العقلي هو اللي عم يحكم الحوار، وهذا هو أول خطأ أنا بتكلمه. نحن منفعل فوراً أنه أنت ما دخلك، أنت لا تدخل. بشغل المشاعر بشكل أكبر من العقل، وهو هذا الخطأ اللي بنوقع فيه. ثاني خطأ أنه أنا وقت طفلي بيقول لي هي الكنزة مو لابقت لك، أنت بتفهم أكثر مني؟ أكيد لابقت لي، لازم أنت أخذ رأيه وحاوره. تماماً. وقت بتقبل النقد، وهذا نقد بناء، هو نظرته إليك شايفك بشيء أفضل من هذا الشيء. أنا عم بعطي على التياب يعني مثال يعني. تماماً. فيفترض أنا أتقبل النقد. ليه لا أتقبل النقد؟ مشان علم الطفل أنه فيما بعد هو في آراء مختلفة بالمجتمع، وهو رح يكون يتعرض لهذا النقد فبيتقبله بشكل أكبر، فبيتقبل الاختلاف. بدي احترم الطفل وقت ببلش يحكي وكون أنا المستمع له، وهذا كمان نحن شوي نخطئ فيه ومنحاول أنه لا نحكي بشكل أكبر. هي بنرجع للحوار الذكي اللي حكينا عنه. احيانا يعني احنا بنكون سبب، بنقعد نحكي قدامهم كل السيارة وكل القصص وكل المشاكل، وبلحظه وقت بده يشارك انت ما دخلك. طب نحن اللي يعني دخلنا المعلومات. صحيح. على ذاكرته يعني. في موضوعات يفترض ما تتناقش قدام الطفل، وهذا كمان موضوع كثير مهم. وللاسف نحن هلا صارت يعني ظروف الحياه بتجبرنا انه نحن شوي نحكي هي الموضوعات قدام كل الاطفال. يعني مشاكل الحياة وضغوطات الحياة هي اللي عم بتأثر. تماماً. لكن يفترض يكون في وضع حد للموضوعات اللي بتنطرح قدام الطفل لحتى يشارك فيها الطفل ويكون هو فعلاً عضو فعال بثقافة الحوار. تماماً. حضرتك عم تحكي عن النقد، كثير من الأطفال فعلاً بنشوفهم يمكن هذا الشيء بعمر المراهقة بيصير الطفل ينتقد سواء الأم أو الأب يعني بكثير من الأشياء، حتى يمكن بيصير في عنده نوع من الغيرة على أمه أنه هذا المكان أو هي اللبس أو هذا الشيء، بس كثير من الأمهات ما بيتقبلوا هذا الشيء من مبدأ أنه أنا إذا عودته هيك رح أنه تصير معه عادة، أنه هو مثل مبدأ أنه بده يتحكم بأمه أو بده يتحكم بأبوه. كيف اليوم لازم نتدارك هذا الموضوع؟ شوفي، ناخده من باب حوار يعني. البداية من الأهل، إذا كانوا الأهل هن المفعلين طريقة النقد غير البناء مع الطفل، يعني شو ما عمل الطفل، ليش شلت الكاسة من هون، ليه حطيتها هون، هي الأمور البسيطة اللي هي ما لها أساسية بالحياة، ونحطت الكاسة بمكان غير مكانها، ما خربت الدنيا. فالنقد إذا كان بناء وبمكانه، أنا عم علمه لهذا الطفل كيف يتقبل النقد وكيف يقدمه للمجتمع بطريقة صحيحة لحتى يكون فعلا الحوار صحي وفعال وبناء مع المقابل له لحتى يقدر يتقبله. تمام. فالأساس هن العائلة. ونحن ما فينا اليوم ما نقول انه نحن في فوائد جدا ايجابيه على الجانب العلمي على شخصيه الطفل، ثقته بحاله بالمدرسه، بيكون من اول المشاركين، من اول المحاورين مع المعلمين. لذلك اليوم ثقافه الحوار خليها تكون هيك عامه وتكون الثقافه موجوده ضمن المنهاج المدرسي. يعني نتشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. يومك حلو، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا.